إن من البيان لسحرا. سحر وبهاء وجمال، ما أحلى لغة القرآن. فتعالوا نحكي أخبارا ونعيد حكايا ما كان. بمعانيها قيم تسمو، وبمنطقها سحر بيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ثم أما بعد، قيل لأحدهم: قد صحبت الأعلام والعلماء ولم تروي شيئا من الحديث. قال: والله لقد سمعت الحديث ورويته. قيل: فحدثنا. قال: حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلتان، من كانتا فيه كان من خالصة الله. قالوا: الله، هذا حديث حسن، فما هما؟ قال: نسي نافع واحدة ونسيت أنا الأخرى، وضيع الحديث، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فالأحمق لا يستفيد من صحبة الأخيار، بل هو يضر ولا ينفع، ويؤثر سلبا ولا يتأثر. وقيل إن هذا الرجل هو أشعب، والله أعلم. وقد روى الذهبي نحو هذه القصة في سير إعلام النبلاء، فلا يبعد. فإن أشعب كان مضرب المثل في الطمع والتطفل، ومع ذلك كذب عليه، فلنحذر. ومن عجب أن ابن أخته هو الأصمعي، فهو خال الأصمعي. والأصمعي يروي لنا قصة عن رجل من غفار خرج مع قوم من قريش، فأصابهم ريح عاصف يئسوا معها من الحياة، ثم سلموا ونجاهم الله. فأعتق كل رجل منهم مملوكا شكرا لنعمة الله. فأراد أعرابي معهم أن يعتق شيئا فلم يجد، فقال: اللهم، لا مملوك لي أعتقه، ولكني أشهدك أن امرأتي طالق لوجهك ثلاثة. فطلق المسكينة بلا ذنب، ولكنه أحسن في عتقها، فقد أعتقها الله من حمقه. قال أبو حاتم: والواجب على العاقل ترك صحبة الأحمق، ومجانبة معاشرة النوكى. ونوكى جمع أنوك، وهو الأحمق. والعرب لما ناقت منه سمته أسماء كثيرة، فمن أسمائه الرقيع، والمائق، الأزبق، الذهول، الأخرق، الجعبس، الأورة، المأفون، المأفوك، الأعفك، الهبنقع، عياياء، طبقاء، الخطل، الخرف، المسلوس، الداعك، الرطيء. كثير كثير، حرب كلامية وحرب مسميات عليه لما رأوا من حمقه ومن غبائه. قيل: لو لم يكن من فضيلة الأحمق إلا كثرة أسمائه لكفى. ومن علاماته، كي تحذر من علامات الأحمق، التخلق بالعجلة والخفة والجفاء والغرور، والتفريط والغفلة والفجور، وكثرة الكلام. قلبه على طرف لسانه، إن قال فحش، وإن سأل ألح، ولا يحسن أن يقول، ولا يفهم ما يقال،
يغضب من غير شيء ويعطي في غير حق، لا يفرق بين عدو وصديق، لديه جواب على كل سؤال ويجيب من غير سؤال، إن ضحك نهق وإن بكى خار، يصحب الأشرار ويقع في عرض الأخيار، ولا يحفظ الأسرار، فلا تودعن الدهر سرك أحمقا، فإنك إن أودعته منه أحمق. فالعاقل يجب عليه مجانبة من هذا نعته ومن هذه صفته، فإنهم يجترئون على من عاشرهم. ولعلك تفكر الآن في بعضهم. ومن صفات الأحمق أنه يعمل ما يضره مع علمه بقبحه، ولذا لا أحمق ممن هداه الله فاستحب العمى على الهدى، ومن عرف طريق الحق فاختار غيره. وفي المرء حمق وجهل بقدر عصيانه لربه، قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فليس الجهل جهل الحكم، فمن جهل الحكم فهو معذور، بل المراد فاعل فعل الجهلة، لأن من عمل ما يؤدي إلى الضرر في العاقبة وهو عالم بذلك فهو من أهل الجهل والسفه، لا من أهل الحكمة والتدبير. قال ابن عبد البر: كانوا يعبرون عن الأحمق بالجاهل، فلا تصحب أخ الجهل، وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه. يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، كحذو النعل بالنعل إذا ما النعل حاذاه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه، وللشيء من الشيء مقاييس وأشباه. رزقني الله وإياكم صحبة الأخيار، والأدب والوقار، والرشاد والسداد، والحكمة وفصل الخطاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كل مكان بمعانيها قيم تسمو، وبمنطقها سحر بيان.